في عام 1961 كريج، العالم كريج في السنة دهيت لقى إن في علاقة ما بين الدلتا أو 18 والدلتا دي في المياه، تمام؟ والعلاقة دهيت هو جاب عينات كتير وقعها من أنهار ورين وكده، وقعها طلعت الخط دهوت along الخط دهوت، ولقى إن العلاقة دهيت بتحكمها المعادلة دهيت دلتا دي بتساوي 8 دلتا أو 18 ماينس 10، تمام؟ فالمعادلة دهيت مهما تطبقها لازم تكون واقع على الخط دهوت. ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو جبت اي ميتيوريك ووتر او ميه اصلها بريسبتيشن او ميه ما حصلش اي التريشن في الكومبوزيشن بتاعها او الايزوتوبيك كومبوزيشن بتاعها، لو جبتها من اي مكان في العالم وقست الدلتا دي او الدلتا او 18 وقعتها على الدياجرام دهوت لازم تقع على الخط، بغض النظر هتقع فوق ولا تحت، ده طبعا بتحكم وتحكمه عوامل انت فين على سطح الكره الارضيه، انت في الهاي لاتيتيود ولا في اللو لاتيتيود. فعشان كده الخط هتقع على الخط بس في اي مكان على الخط، وده له تفسيرات هنوريها لكم بعدين، تمام؟ فده طبعا مهم جدا انك تشوف ان العينات بتاعتك مطابقه للخط. طبعا كل المياه كان اصلها ميتيوريك جاي من بريسبتيشن، طبعا جاي من بريسبتيشن ووتر، وبالتالي اي حيود عن الخط لو انت عندك عينات جبتها وما وقعتش على الخط دهوت، مش هقول ان انا قايس غلط، لا احنا مش قايسين غلط، احنا قيسنا العينات صح جدا، ولكن حصل alteration للكومبوزيشن، حصل fractionation للايزوتوبس اللي موجوده، ومن خلاله بنقدر نعرف ايه اللي حصل في الميه، ايه اللي حصل في الميه في المكان دهوت، هل في ووتر روك alteration، هل في مثلا evaporation حصل، هل في عوامل معينه بتحكم الكونسنتريشنز الجديده اللي احنا حصلنا عليها الايزوتوبس. فده مش غلط، ده صح، وده اللي احنا بنعمله كايزوتوب هيدروجيولوجيست، تمام؟ على سبيل المثال دي امثله لعينات متجمعه من الامازون ومن دارلين ومن ريو جراند، اعتقد ريو جراند دي في نيو مكسيكو. فلقوا العلماء هنا انه العينات بتاعه الامازون جايه على الجي ام دبليو ال اللي هو الجراوند، انا اسف انا مش بحفظ كويس، اللي هو الجلوبال ميتيوريك ووتر لاين، جلوبال ميتيوريك ووتر لاين اللي هو الخط ده، ده عينات الامازون، لانه بيحصل باستمرار في بريسبتيشن في رين باستمرار، وما بيحصلش التريشن للايزوتوبيك كومبوزيشن في الامازون في المايه اللي موجوده هناك، تمام؟ لكن في اماكن معينه لقى ان في باترن، ان انت ما وقعتش على الخط او وقعت على الخط بارشلي، لكن في عينات ما وقعتش على الخط وعامله باترن. لما تشوف الباترن دهيت تعرف ان حصل ايفابوريشن، في ايفابوريشن حصل للميه في الفادوز زون، اول ما الميه نزلت على الكونتيننت بدا يحصل لها ايفابوريشن، تمام؟ قبل ما الجزء الباقي يستقر في الخزان الجوفي، تمام؟ ففي ايفابوريشن حصل هنا. طب ليه العينات دي واقعه فوق كده وليه العينات دي واقعه تحت بالرغم من ان الاثنين حصل لهم ايفابوريشن؟ اللي فوق ده هي هقدر اقول ان هي انريتشد بالنسبه للهيفير ايزوتوبس، العينات اللي تحت هقول ان هي ديبليتد بالنسبه لللايتر ايزوتوبس، وده اللي بيحكمه. لو جينا نبص على الدياجرام الاخير ده اللي بيعمل خلاصه لكل شيء، ان انت تحت في الهاير لاتيتيود، تمام؟ في الهاير لاتيتيود وبتبقى انلاند، تمام؟ فدايما هنا بيكون في ديبليشن بالنسبه لل H2 او دلتا H2 والدلتا O18، لكن كل ما بتطلع لفوق ده انت بتتجه ناحيه وارمر كلايمت، بتتجه ناحيه اللو لاتيتيود والكوستال انفيرومنت. الحراره احنا قلنا ان هي مطلوبه، الكوستال بتتكلم على هيوميديتي، انا قلت لك ان الكلام ده كله بيساهم انه الايزوتوبيك كومبوزيشن ده بيكون انريتشد، تمام؟ ده الخط ده هو ده بيقول ان في ايفابوريشن لوس تحت، والايفابوريشن لوس دوت الترند بتاعه ممكن يتغير، ممكن يطلع فوق شويه او ينزل تحت شويه طبقا لعندك هيوميديتي ولا عندك اريديتي. عندك لو انت داخل على بيئه جافه جدا وفيري اريد بتنزل تحت او بيتحرك تحت شويه، في هيوميديتي بيتحرك فوق شويه، ده المكان بتاع الاوشن ووتر. فمن خلال الدياجرام زي ده بنقدر نعمل انتربريتيشن للسامبلز اللي موجوده عندنا، تمام؟ في مصر جمعنا بعض العينات وقسنا الدلتا او 18 والدلتا دي ووقعناهم على الدياجرام وشفنا العلاقه ما بينهم، وبالنسبه طبعا للجلوبال ميتيوريك ووتر لاين بتاع اللي انشاه كريج في 1961. طبعا هتيجي تبص كده على العينات هتلاقي في عينات من الشالو اكفر ده في الصحراء الشرقيه، في الاحمر ده في النوبيان اكفر في الصحراء الشرقيه، في المثلثات السوداء دي على سبيل المثال
فراكشر ذا بيسمنت الصحراء الشرقيه اللي تحت خالص، الدايموند شيب اللي موجود تحت ده، ده اللي هو فيري ديبليتد، ده في النوبيان اكفر في الصحراء الغربيه. هتلاقي في اختلاف في الايزوتوبيك سيجنتشر في مصر من مكان لمكان تاني، وده طبعا له تفسير، واخد بالك؟ على سبيل المثال لو جيت ابص على اللي تحت ده النوبيان، العينات اللي بالنوبيان اللي موجوده تحت اللي هي هايلي ديبليتد، هلاقي ان السورس بتاع المايه ده اصلا كان جاي من المحيط الاطلنطي واتنقل لمسافات طويله جدا. فلو جيت تبص للرين اوت افكت هتلاقي ان هي المفروض على ما توصل تبقى هايلي ديبليتد، تمام؟ يبقى انت بتتجه ناحيه الانتيريور، تمام؟ انتيريور اوف ذا كونتيننت والرين اوت افكت، فبتبقى هايلي ديبليتد. لكن لو تبص لمعظم العينات دي هتلاقي واخده ميه من البحر المتوسط ومن البحر الاحمر، فبالتالي بتلاقيها ما مشيتش مسافه كبيره طبقا للرين اوت افكت، وبالتالي هتلاقيها سلايتلي، هتلاقيها مختلفه يعني، هي فاريبل بس هتلاقي انريتشد بالنسبه للعينات بتاعه النوبيان اللي موجوده في الصحراء الغربيه. لو جيت تبص للعينات المثلثات السوداء دهيت، دي عينات المفروض اللي هي انريتشد لانها بتمثل ميتيوريك ووتر، دي جايه من الفراكشر بيسمنت اكفر، دي لسه ميه جايه من ميه فيضانات او ميه مطر، فالايزوتوبيك سيجنتشر بتاعتها مش اوتر، ما حصلهاش لسه اوتريشن، تمام؟ ممكن يكون حصل لها ايفابوريشن خفيف قوي، لكن لسه بنحس ان هي كده طبقا الدياجرام دهوت انريتشد. لو جيت تبص كده للشالو اكفر والنوبيان اكفر تحس ان في ميكسنج حاصل، والميكسنج دهوت انا هوضحه لكم بعد كده. في ميكسنج حاصل هنا عرفناه بعد كده لما حددنا العمر، وانا هتكلم عنه في الجزء الثاني في المحاضره لما نتكلم على الريجوجينيك ايزوتوبس او الراديو اكتف ايزوتوبس. في كايند اوف ميكسنج هنا. لو جيت تبص على العينات اللي هي السكوير هنا في وادي طرفه تحس ان في باترن للايفابوريشن، في ايفابوريشن حاصل في الحته دهيت طبقا طبعا للدياجرام اللي احنا شرحناه قبل كده.